رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وملف اليوم. ملف اليوم هنتكلم على ملف أعتقد مهم جدا شغل الناس فترة اللي فاتت بشكل كبير جدا، خاصة الوسط الرياضي، ملف عودة الدوري المصري. ملف عودة الدوري المصري ملف كبير جدا، يشرفنا النهاردة وينورنا في البيت الكبير اتنين قامات في النقد الرياضي على المستوى القروي خاصة. معانا النهاردة الأستاذ عصام شلتوت، أهلا بك يا أستاذ عصام. أهلا بك كابتن هاني، منور الأستاذ. ربنا يخليك. ومعانا طبعا الأستاذ محمود صبري، منورنا في البيت الكبير في النادي الأهلي. ازيك يا كابتن، ازي حضرتك؟ قبل ما نتناقش في الملف، أعتقد ملف مهم جدا جدا طبعاً. وأكيد هنخرج من حضراتكم بنقط إيجابية، وأنا كنت شايف إن الموضوع إيجابي جدا. قبل ما نتناقش في هذا الموضوع نطلع لتقرير عن عودة الدوري المصري ونرجع مع حضرتك. بنرحب بحضراتكم مره تانية وبالساده الضيوف، اهلا بيكم معانا. اهلا بيك كابتن، منورنا في البيت الكبير. انت اللي منور، وطبعا قناه النادي الاهلي وجمهورها العظيم لازم يبقى ليهم يعني تميز خاص بكاست ما شاء الله، واداره نتمنى لها التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله منورنا يا استاذ محمود. يعني نهنيك الاول على الطله الجديده دي. ربنا يخليك، هي تجربه وان شاء الله يعني ان شاء الله بالتوفيق نكون إن شاء على قد المسؤوليه. وعايز اقول ان هو ده الاهلي، يعني طلة مهمة جدا وشغل كبير من مجلس الإدارة، وشغل كبير أيضا يعني دي مفاجأة من مفاجآت محمد كامل. صحيح. صحيح. عامل شغل كويس جدا، وإن شاء الله يا رب كده نقدم الإعلام الهدف. وده أعتقد في نبرة صوت الكابتن محمود، هو بيتكلم في كلمته واضحة الرؤية إنه الأهلي أكبر بكبير جدا من إن احنا ننزل لمستوى أقل من الأهلي. لا ده صحيح، لازم نحافظ عليه، ولازم ايضا انك انت تقدم حاجه تفيد النادي والعابه ورياضيين والمهتمين بيه وجمهوره اللي عايز حاجه تشبعه. فنتمنى ان شاء الله التوفيق والنجاح لاداره القناه الجديده، ونتمنى لكم التوفيق، ونتمنى ان شاء الله نشوف حاجه مميزه باذن الله تعالى. ردود افعالك يا استاذ عصام بالنسبه لانطلاق قناه النادي امبارح. محمود قال ان انت عندك عبء كبير ان انت النادي الاهلي، هي قواعد مؤسسيه بتسري على الجميع في كل الألعاب، وبالتالي لما تحولت يعني المؤسسة الحمراء نحو إعلام، ده كان مبكرا محمود طبعا، احنا جيلنا حضرناه. وبعدين أهم ما يميزه انه واخد باله قوي انه بيصدر ده مش لجمهوره في مصر، الأهلي براند يعني جمهوره في كل مكان. امبارح مثلا الرانك اللي معمول من النايل سات بيبين انه يعني الكرة الكروية والكرة الأرضية اختلطوا امبارح، مليار و300 ألف بالظبط. ما ودي ارقام يعني رمزي زي ما كانت الناس بتناديك بره، انت عارف ان دي ارقام بتذهب نحو ارقام كاس العالم. صحيح بيبقى اتنين لكن لما تبقى قناه نادي، اذا عشاقك، اذا محبيك، يعني انت متعدد الجنسيات كنادي اهلي، يعني البراند ده لعشاقه العرب، ما هو المصريين برضو يعني عرب، عشاقه الافارقه في كل القارات. وامبارح يمكن الاطلاله كانت باينه، هو النموذج اجمل ما يميزه وضمانة النجاح، ان المبادئ عنوان واحد في النادي الاهلي. ومن ثم كمان انت بتتعامل مع يعني مؤسسة بيقودها يعني صديقنا العزيز محمد كامل، وهو عندما يعمل يعني تلاقيه هو نفسه، واحنا ساعات نقعد نقول له انت يعني صنايعي بتشتغل بايدك حتى الان وفي وسط فريق عملك. ونفس الحكاية إذا كان الأهلي في يعني تجديده مع كابتن محمود الخطيب، قال إنه عائلة الأهلي دايما أسرة محمد كامل على مستوى شركاته والأعلام لا تعرف طبعا أستاذ محمد كامل، لكن أقصد يعني إنه هو كمان عنده الحالة المحترفة الأسرية حتى في شركته. وأعتقد إن دي في أعلى مستويات الاحتراف ضمانة نجاح كمان، لأن فيها ثواب وعقاب، ما هي الأسرة قايمة على كده. البداية مش بقى مبشرة، البداية بتقول انه في اعلام رياضي متميز وهيتميز وهيفرض على الساحة ما هو يعني حق للأسرة، لان الرياضة بتاعت الأسرة بكل اعمارها كابتن هادي، يعني ده فصل الخطاب حقيقي يعني. حقيقي طبعا، وانا يعني بأيد كلامك، ويمكن من خلال كلامنا ومن خلال ان شاء الله اللي هيتعرض على قناة النادي الاهلي، كان مهم جدا جدا ان احنا عارفين ان كلامنا داخل البيت المصري. صحيح، يخش لكل بيت. نعم. يمكن الفترة الاخيرة يعني معلش هنأجل يعني جزء مهم جدا قبل ما نخش على الملف. صحيح. ان الفتره الاخيره استاذ محمود حتى الاعلام الرياضي كان عليه علامه استفهام. احنا ان شاء الله في قناه النادي الاهلي، ودي سياسه القناه منطلقه من مبادئ النادي الاهلي، ان احنا يا جماعه صوتنا واصل لكل بيت، عايزين كل اب وكل ام يكونوا مطمنين ان اولادهم بيتفرجوا على قناه النادي الاهلي، عايزين نبذ التعصب. احنا في فتره
اعتقد فتره صعبه جدا, صعبة جدا. ما يتكتبش عليها, ما يتكتبش عليها كابتن رمزي بلس 18 ولا بلس 12 حتى لانه دي قناه النادي الاهلي. ويمكن مدلول برنامج اسمه البيت الكبير هو مواكب لنفس المنهجيه. ما تنساش انه مجلس او قائمه كابتن محمود الخطيب مجلس الاداره طبعا حتى عنوانه محمود كان عائله الاهلي طبعاً. ومن ثم دي فرضيه يعني عامله, عارف لما تاخد الايزو اللي هي بعديها بقى في حاجات يعني, بس خلينا في الايزو هي دي ضمانه النجاح. صحيح صحيح. ضمانه النجاح في الاهلي استمرار المجالس, يعني كله بيسلم, ما فيش حد بيتكلم على نفسه, يعني لازم دايما المجلس اللي بيستلم بيبرز اللي عمله المجلس, وده شيء من الحاجات المهمه جدا. واعتقد طرحها في قناه الاهلي هيبقى شيء انك تؤكد على كلمه المبادئ والقيم اللي هي تعبه البعض, يعني في بعض بتعمل له مشكله كلمه المبادئ, هو يمكن ما شايفهاش يعني, لكن عامله له مشكله ممكن. لكن الاهلي مبادئ وقيمه بتخصه هو شخصيا, عنده دستوره الخاص اللي بيتعامل بيه. الدستور ده يا جماعه بيبقى فيه اخطاء, بيبقى فيه ايجابيات, بيبقى فيه سلبيات, لكن عنوان هو ماشي عليه وحطه وبيصير عليه, من خلاله حافظ على كيانه زي ما احنا شايفين. اتمنى ان شاء الله التوفيق لل يعني للمجموعه كلها, اتمنى يبقى الاعلام الهادف, اتمنى التركيز على جزئيه نبذ التعصب كل اشكاله والبعد عنه وكل ما يدعو له ويقرب. عاوزين يتشاف حاجه هادفه, ان الجمهور عاوز يشوف مبارياته, الجمهور عاوز يشوف الالعاب الاخرى اللي ما بيشوفهاش, عاوز ينزل تنزل للجمهور تحتك بيه, تبقى في عندك حاله من التواصل اللي تشبع بيها رغبه جمهورك. لا وبنطمنك وبنطمن كل المتابعين وجماهير النادي الاهلي ان احنا كمان يعني يهمنا جدا تتواصلوا معنا من خلال على صفحه القناه على الفيسبوك. طلباتكم ان شاء الله تكون اوامر, وإن شاء الله بإذن الله نلبي كل الطلبات بمنطق كبير جدا هو احترام المشاهد. نخش على الملف بتاع النهاردة. نخش على الملف. ملف مهم جدا يا أستاذ عصام جدا. الفترة اللي فاتت وكان في عودة الدوري, وأنا شايف أنه كان شيء إيجابي جدا جدا على المستوى الشخصي, أنا استقبلته بشكل جيد جدا أن عودة الدوري, وما بين قوسين نقدر نقول عودة الحياة مرة تانية مش للكورة لكن للشارع المصري. صحيح, أنت بدأت الحكاية كمصر يعني بقرار واضح ومدروس للحكومة, وكان اقعد في بيتك تتحمل هي ما غبت كل الأشياء التعويضية زينا زي كل دولة. لاحظ أن مصر بقت نموذج عالمي حقيقي يعني في السنوات الخمسة اللي فاتت على الأقل. ما بقى كنا بنفرح الأول زمان كابتن هاني يعني من ما نبقى شبه العالم في حاجة, احنا النهاردة نموذج عالمي بنقرب كتير جدا بما لنا وما علينا وبنقرب بصراحتك المعتادة. ومن ثم ده يبنى عليه. أنت قلت اقعد في بيتك, اغلق كل الأنشطة حرصا على المواطن المصري, حرصا على الأرض الطيبة دي والشعب العظيم ده. فلما يبقى فيه جلسات مستمرة وإدارة أزمات واجتماعات وزارية الكل تابعة, ثم تأتي الحكومة بما هو يعني يتواكب مع اللي قدمته, وبالتالي تعلن عودة الحياة زي ما حضرتك سميتها, مش هقول بقى عودة النشاط. أولا دي واحدة من الصناعات, يخرج من يتحدث لغة خارج الاحتراف, أنا مش هقول بقى أصحاب مصالح ولا يحزنون, خارج الاحتراف, خارج حتى حدود الاهتمام بأن بلدنا فعلا نسخة مؤسسية. هل تعلم أنه مع قرار عودة النشاط وتحديد السادة لجنة الجبلاية لبداية مواعيد, جت أربع طيارات للغردقة وشرم, لأنه حضرتك هتروح لوكيلك السياحي فتقول له تعالى هات الناس, خلاص احنا فتحنا والدولة قررت عودة صحيح. النشاط مع احمي نفسك عنوانك جديد زي كل العالم, فيقول لك نشاط شعبي, صناعة اسمها كرة القدم مصانعها قافلة, ازاي انا اجيب الناس يعني. ومن ثم انت اطلقت الصيحة دي. في النص بقى هو السيد وزير النقل كان عايز الناس تموت لما وداها المترو والقطر, هو السيد وزير الصناعة مش خايف على العمال. صحيح. ايه الحضانه اللي انت كنت عايز تعملها ده اذا كان صحيح, وهو بالمره مش صحيح, علشان تقول لي ان لاعبوا الكره واداريو الكره وعمال الكره, لا ده انت تزعل عليهم انهم قاعدين في البيت, تزعل على صناعه شركه اولا يعني جهات كبير, وهي شركه وطنيه الراعي, وهي شركه بريزنتيشن قدمت ما هو جديد ونفست, وكانت بدايه لاغلاق ملف الاحتكار, كمان رعاه وأندية عندها دفعات متأخرة, ومن ثم عشان الصناعة تدور لازم الكل يعمل زيه زي نموذج الحكومة المصرية. أصلا فكرة الإصابات هي فكرة ليها مدلول طبي وليها بيسموه إيه يعني 10 حالات 5 زي ما بيطلع كل يوم الأرقام, طبعاً. مؤشر بالضبط.
زي ما بيحصل في كل حاجة ثم عزل ثم ثم. حضرتك عندك 30 لاعب، عندك قطاع الناشئين، يعني حتى هذا الوباء والبلاء ربنا يرفعه عن العالم أجمع، حتى ده ليه إيجابية. خلانا أولا راجل زي الدكتور محمد سلطان ذاكر كويس قوي، الراجل المسؤول الطبي لاتحاد الكرة وهو راجل علامة، ذاكر كويس قوي النموذج. فيلا العجب انك كنت تلاقي ناس تقولك احنا مش ألمانيا وانت بتناقشهم. لا يا جماعة احنا ألمانيا في أفريقيا، الكلام واضح وصريح. ليه دايما الأستاذ عصام عندنا الفكرة ان احنا لا احنا مش ألمانيا، لا صحيح. احنا مش انجلترا، مع اننا قادرين ولازم نكون قادرين على ده بالضبط، على الأقل في محيطنا كابتن، يعني في محيطنا الأفريقي في محيطنا العربي. لا احنا ده زي ما الناس بتبص لنا، دوريات كثيرة أخذت بالمنطق المصري، الأشقاء في المغرب على انفتاحهم القديم، لكن قالوا أنه من العيب، وأنا عرفتها من زملاء يعني، أنه الدوري المصري يبدأ ونحن لازلنا ندرس، وخدوا القرار بعدين فورا على فكرة. وبالتالي صناعة أمن قومي، صناعة بهجة للناس يا أخي بعد هذا التعب وبعد هذا الإرهاق وبعد هذا الاجتهاد في ظل الفيروس اللعين. الحقيقة أنا شايف يعني أنه عندنا ثلاث وزارات فاتوا، حاجة جميلة بتدي أمل، لأنه ده بقوا بيسلموا بعض يا كابتن هاني. وأنا أعتقد أن أنا ومحمود وحضرتك جيل واحد، أنت لعبت وإحنا تصحفنا وحاجات كده، كناش بنشوف ده، كنا نشوف البداية من أول وجديد من أول وجديد. وبعدين إيه بقى، ولجان وزارية ولجنة إدارة أزمات، ويعودوا لنا بتقرير يومي وإعلان رسمي وكذا. مين يقدر يهرب من ده؟ اللهم إلا حد مش شغلته تدوير صناعة. صحيح أستاذ محمود. بص حضرتك، يعني يمكن النهارده كلمات السيد الرئيس كانت واضحه في جزئيه مهمه جدا، يعني مهمه جدا، تؤكد على انه كان لازم عوده النشاط. لما النهارده لازم نشتغل ونشتغل ونعمل ومش هيشتغل ويعمل، يبقى هو عاوز نعمل تاني ونقفل ونرجع زي الاول. عوده النشاط هي عوده الروح، عوده النشاط. انا يعني برغم ان مش عاوز اشكر على الحكومه، عاوز اشكر عليه كمان اصرار الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه، امانه شديده هو الراجل قاتل على الفكره، وقدم وجهه النظر ونقل الصوره كامله لمعالي رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، واكيد الحكومه وكل اجهزتها شافت الموضوع. الموضوع لم يكن اختصار هو ان الاهلي عاوز يرجع عشان ياخد بطوله مسابقه الدوري. الاهلي ليس في حاجه لمسابقه الدوري، هي يعني دخلت ليه في سكه الاهلي، دخلت دايما ايه بتروح مرميه في جزئيه، يعني ايه يصغر الموضوع، صغر الموضوع، وثلاثه اربعه وضد 14 وضد 15. طب يا جماعه احنا مش متفقين من البدايه على احترام القانون، مش متفقين من البداية على احترام ما تراه الدولة ونحن ننفذ كل التعليمات، مش متفقين على ان هي المسؤولة وهي اللي بتقود وهي اللي قالت لنا اقعدوا في البيت وهي اللي بتقول لنا ارجعوا او ما نرجعش، مش احنا متفقين ان احنا بنسمع بننفذ التعليمات لان الدولة حريصة على حياة المواطنين؟ طيب لما نيجي نفتح ونرجع الكلام ده، لما اجي النهارده زي ما قال الاستاذ عصام بجزئيه مهمه جدا، قال لك انه اتفتح كده بدانا الامن جت السياحه. طب انت تعرف مثلا النهارده مثلا الاتحاد الافريقي بعد بيقول يا جماعه انتوا جاهزين في الملاعب، عندكم القدرات، هتقدروا تعرفوا تعملوا تدونا الاجراءات، هنعرف، ما كناش احنا نعرف مين هيعرف. احنا نظمنا بطوله ملاش حل، كاس الامم الافريقيه في 2019 عملنا حاجه مبهره، عملنا حاجه اكثر، نظمنا 23، يعني عملنا قدمنا لك كل الصوره، المفروض انت تبقى واقف معانا ان احنا ندناك لما الاخرون رفضوك، لما رفضك الاخرون مصر هي اللي استقبلتك واحتضنتك ونظمتك وفتحت الباب في وقت ضيق جدا، وقت ضيق جدا وجهد كبير جدا من الدوله، وجهد كبير جدا من كل اجهزتها، وتعامل كل الاستعدادات واستقبال الاشقاء الافارقه، وكانت بطوله اكثر مرايه رغم يعني الخروج المحزن المنتخب، لكن الهدف العام ليش انك احتضنت البيت الكبير اللي هو مصر. صحيح. مصر احتضنت ولمت كل اشقائها، فعاوز وجينا 23 عملنا بطوله اكثر من رائعه. فعودة الحياة، ومش عاوز اقتصرها على عودة الحياة هي يعني مسابقة الدوري هي المشكلة، لكن عودة الحياة بكافة أنواعها، اليد والسلة والطايرة والألعاب الأخرى، دوري اليد كان طلع قرار، طلع قرار وبعد كده الوزير يعني إيه في كلمة واتنين قدر يوصل الرسالة وقدر يوصل. كانت جملتها أستاذ محمود اللي بيقول لهم أنتم منتظرين الناس تيجي تفتش على منشآتنا وإحنا ننظم بطولة عالم، وحضرتك بتقول له أنا مش هلعب، مش هلعب؟ لا طبعا يعني مشكلة. فأنا عاوز أقول إنه إيه، عاوزين نخرج دايما من دايره انه ايه يبقى في صراع ما بين الاهلي والزمالك. علاقه الاهلي والزمالك على مدار مشوارنا في الكوره وفي المتابعه علاقه اكثر من رائعه، جمهور، ويا ما شفنا ماتشات وخرجت بجو محترم ودي اكثر. فعاوزين ايه، نهدى لصالح البلد، صحيح. نفكر ونحب بعض، نرجع نحب بعض، ونفكر في حاجه واحده بس، نقطه مهمه جدا، نرجع نحب بعض. نطلع فاصل سريع ونرجع ازاي نحب بعض. اتفضل. استمر الراحه. الأخطر أن بعض اللي طالبوا بعدم اللعب مش مقدرين أن قواعد الفيفا ملزمة، وأنك لو ما لعبتش الموسم هتدفع كله.
ولا انا بقول كلام؟ مفيش جنيه ولا دولار ولا اورو ولا سنت هيتخصم من حد، حتى لما بيمرروا هنا ان الفيفا تقول اخصم 25%، مش صحيح، في حدود وبالتوافق مع لعيبتك. يا اخي مفيش اي احنا ليه دايما مش ابديت؟ فانت بتدس علينا حاجه. طيب حضرتك حتى قسم الغرماء مثلا لو عايز مفيش موسم، بس بقرار ان الدوله بتقلق على مواطنها وانه ما كانش هينفع نشاط لا كوره ولا غيره كصناعات بقى. طب مين اللي كان يعمل قسمه الغرماء ويقول الاهلي ليه 100 والزمالك ليه 80 وده ليه 4 وده ليه ومحمود وعصام ليهم 6، فيقول للشركه الراعيه حصلي من الناس دي وترحل؟ يا اخي ما حدش بذل اي جهد، انا اسف يعني، لولا ان انه فعلا احنا في الخمس سنين الاخيره لدينا يعني حكومه ليها منظور، وزي ما قلت لك الحاجات اللي كنا بنسمع عنها بقت بتحصل، لجنه وزاريه، لجنه ازمه، عشان كده كل وزير كان بيبلغ في اجتماع بقى العام لمجلس الوزراء ثم لجان يعني اداره الازمه بما هو متاح. مين كان يتحمل كل ده؟ تاني هنرجع اكثر من الهوايه علشان كله يقول لماما الدوله وماما الحكومه اصل سددي بقى ديون الراعيه والانديه وكل. ازاي في وقت انت لو عظمت الصناعه الدوري المصري ده بمليار في اول موسم، وده لينا زملاء اقتصاديين عملوا ده، وعلى فكره النسخه المصريه اللي هي نسخه امم افريقيا يبقى عندك قناه وطنيه بتذيع ارضي يا اخي، وبيع لواحد فضائي زي ما هو عايز بقى يجيب رمزي ونجوم العالم. التسويق ديت بس قصه اعتقد انها مش صعبه، لكن عايز بقى المطالبين بعدم اللعب، لا عايز يسوق ولا عايز يزود ولا بيحاسب نفسه بقى بيبيع يعني ما يسمى يعني للمحبين مج وشمسيه وحاجات كده، كل الاشياء دي غايبه في الصناعه. انت عايز تكمل يعني عشاك نوم ويقول لك ما هو كده حلو وكده على قدنا، مصطلحات يجب ان تلغى، وبالتالي العوده للصناعه. وحكايه نحب بعض اخر تعليق يعني، لا دي افرضها قانون، الاسره بتحب بعض لما الاب والام بيفرضوا قانون، وبالتالي مع احترام قواعد قانونيه في الملاعب وغيرها، وان الاهلي والزمالك كل غير مطالب بانصاف الاخر وان يروح وراه في بطوله افريقيا وكذا زي كل العالم. انت بتتكلم على الصناعه؟ طبعا. طيب انا استاذنك ندخل حد معانا ورئيس نادي سموحه. يا ريت. ايضا رجل صناعه ورجل رياضه في نفس الوقت. طبعا طبعا المهندس فرج عامل رئيس نادي سموحه على التليفون معانا، اهلا بحضرتك. خير يا كابتن هاني. مساء الخير على حضرتك كابتن عصام شلتوت، منور. ازي حضرتك يا سياده النائب؟ سعد سيادتك وسيادتك. طيب محمود بيه طبعا منور. الله يخليك فندم. الله يخليك فندم. كل سنه وانت طيب يا هاني بيه وتحت امركم. مبروك التجديد الجميل اللي في قناه الاهلي، حاجه مبهره، حاجه جميله وحاجه مشرفه يعني، الواحد يتفرج عليها متعه جميله وتصميمات جميله وشخصيات جميله ومواضيع جميله، حاجه يعني عظيمه عظيمه عظيمه، تليق بالاهلي وتليق بمصر. ربنا يخليك يا باشمهندس، وان شاء الله لو هتتابعنا دايما ان شاء الله تتابعنا، ان شاء الله هتلاقي اعلام محترم وهتلاقي قناه النادي الاهلي باذن الله دايما في المقدمه باذن الله. انا بتابع على طول ان شاء الله. كنا بنتكلم مع يعني ضيوفنا على ملف مهم جدا، وحضرتك جزء كبير جدا او جزء يتحمله الصناعه، حضرتك رجل صناعه وفي نفس الوقت رئيس نادي محترم نادي سموحه. شفت قرار عودة الدوري المصري ازاي من وجهة نظرك في الجزئين، كرجل صناعة فعلا وكرجل رياضي على المستوى الرياضي ورئيس نادي يشترك في الدوري المصري؟ انا كنت متوقع وكنت بتمنى عودة الدوري، وكنت من المؤيدين جدا لعودة الدوري، لان ما ينفعش ابدا يعني، وده الفكر اللي انا توقعت ان مصر في هذا العصر تكون حريصة عليه، ودول العالم المتقدمة كانت حريصة عليه، لأن الدوري ده حياة زي ما حضرتك بتقول، صناعة ورياضة، ده رسالة استقرار، رسالة ليها مردود سياحي، ليها مردود ثقافي، ليها مردود اجتماعي، ليها مردود أمني، ليها مردود سياسي. دي في أولا صناعة الإعلام فيها، الرياضة نفسها فيها، الشعب المصري كله بيحب الكورة، بيحب الرياضة، العالم كله بتحب الكرة بتحب الرياضة، مصر دولة رائدة، لازم نلعب ولازم والأندية دورها أنها تشارك في الأنشطة وأنها تشارك وتلعب الدوري، ما تكونش أنها دورها أنها تقاوم اللعب، لأن إحنا الأندية ما هي إلا أحد أطراف اللعبة أو الجيم، فإحنا بنلعب وزي ما قال
عصام بان في اعلام وفي ناس بتشتغل وفي ناس بتنتج وناس ورا الكلام ده واحداث كبيره وتلفزيون واعلام وصحافه الى اخره. وزي ما احنا شايفين انجلترا الصناعه الاولى فيها هي كره القدم. ودلوقتي برضه في اوروبا كلها الصناعه الاولى هي كره القدم. وشايفين قد ايه الانديه بتتحصل على ايرادات عاليه جدا من البث الفضائي ومن الرعايه ومن التذاكر، وان المباريات الكوره زي الفستيفال. فكره القدم انها تعود ده امر طبيعي وشيء واقعي. وانا كان رايي برضه ان ما ينفعش ابدا اقلب الصفحه واقول انا عايز ابدا دوري جديد، لان ده في دوري وفي منافسه وفي ناس خدت ترتيب وناس بذلت جهد. والوضع الطبيعي ان احنا ما يتلغاش الدوري. يعني احنا دايما اي دوري اتلغى احنا بنفكره بحزن واسى. واحنا كانت في ظروف خارجه عن ارادتنا، تاجيل الدوري، وقف الدوري. فلما الامور ابتدت تتقدم احنا كان لازم يرجع الدوري. كلام مهم جدا طبعا من حضرتك، زي ما قلت رمز صناعة ورمز كمان رياضي. ونشكر حضرتك جدا جدا على المداخلة، وإن شاء الله تكون معنا قريب جدا في البيت الكبير في النادي الأهلي. وهيكون معنا دلوقتي كمان على التليفون الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكورة. أهلا أهلا بحضرتك يا دكتور محمد. أهلا بحضرتك كابتن هاني. أهلا بحضرتك. أخبار حضرتك إيه؟ بخير الحمد لله. يا ريت بس تطمنا. طبعا كنا احنا عندنا ملف عوده الدوري، ومن ضمن الشق الاساسي والجزء الاساسي طبعا صحه اللاعبين وصحه كل القائمين على كره القدم. حضرتك تطمنا على الاجراءات الوقائيه والمساحات اللي بتتعمل لكل الانديه، الاجراءات ماشيه ازاي، وطمن الجماهير ان شاء الله ان باذن الله انطلاقه الدوري في ميعادها. بطمن حضرتك واطمن الساده المشاهدين، وتحيه لضيوف حضرتك. الامور ماشيه بصوره جيده. احنا طبعا الاتحاد الكوره اللجنه الطبيه وضعت ملف كامل للاجراءات الاحترازيه التي يجب اتخاذها عند عوده النشاط. الاجراءات دي ابتدت من شهر ونص تقريبا. ابتدينا قبل تجمعات الفرق مساحات لكل الفرق. الحمد لله احنا في الاسبوع السادس الان. معظم الفرق طبعا الحمد لله مساحتها بصوره تسير بصوره جيده. طبعا عندنا حصلت بعض المفاجآت اثناء المساحات وتم الحمد لله استيعابها، خاصه في الانتاج الحربي. اعتقد كان في تقريبا 18 لعيب. المفاجاه اللي كانت لينا كبيره كان فريق الانتاج الحربي بعد معسكره، اما جاء المسحه المباشره بعد المعسكر وجدنا فيها 18 حاله ايجابيه. لكن برضو عايز اطمن حضرتك انه احنا قعدنا فحص ال 18 حاله دول تاني، في الحمد لله خمسه منهم اصبحوا سلبيين. بنعد لهم المسحه ثاني بعد 48 ساعه تاكيد سلبيه العينات، بيرجعوا للتدريب مع زمايلهم. الباقي ان شاء الله يتم عمل مسحات لهم تباعا. الامور ماشيه بصوره جيده. الفرق اللي كان عندها بعض الحالات الايجابيه في الاسابيع الاولى او الثانيه الحمد لله تحولوا الى حالات سلبيه الان. يتم لهم بعد التاكد من سلبيه العينات يتم لهم ميديكال اسسمنت، فحص طبي شامل يشمل القلب والرئه، ويتم عودتهم للتدريبات مع زمايلهم. ان شاء الله جدول الدوري هيبتدي 6 اغسطس. احنا قعدنا مع لجنه المسابقات ولجنه الحكام حطينا جدول موازي لسحب العينات والمساحات واماكن محدده. ان شاء الله تكون المسحه قبل المباراه ب 48 ساعه، تظهر نتيجتها قبل المباراه ب 24 ساعه تقريبا. المباراه تعقد، الحكام نفس القصه في جدول ليهم، يتم التنسيق مع لجنه الحكام بحيث ان احنا نطمئن ان داخل المستطيل الاخضر كل الناس خضعت لتحاليل المسح، وكل الموجودين داخل الملعب يعني عيناتهم سلبيه. حاجه مهمه اضفناها السنه دي في الدوري برضه عشان نطمن ونطمن الفرق، وجود مراقب طبي داخل كل مباراه. المراقب الطبي ده يتواجد قبل المباراه. مراقب طبي يتواجد قبل المباراه بساعتين، يتاكد من توافر كل المطهرات الكحوليات الموجوده في غرف الملابس الطرقات، يتاكد من تطهير كافه الاماكن المشتركه تراك العرضات الكور، كل الحاجات دي تبقى جاهزه. في نفس الوقت هو بيتابع المباراه عشان لو حصل اي اجراء خاطئ من اي من الفرق او من الاجهزه المعاونه او الاجهزه الاداريه بينبههم ويلفت نظرهم اليوم، وبيكتب تقرير
بما حدث في المباراه عشان احنا نلفت نظر الانديه الى هذا الخطا. ده طبعا كلام مهم جدا جدا، بنشكر حضرتك عليه، معلومات قيمه، وان شاء الله باذن الله الامور كلها على جميع المستويات جميع الفرق تكون على صحه جيده. كلام مهم جدا استاذ محمود، تعليقك ايه على اللي قاله الدكتور محمد سلطان؟ زي ما انا بقول لحضرتك، يمكن النهارده يمكن في تعليمات جديده، بروتوكول جديد بقى في مسحه كل 48 ساعه، او كل في مسحه قبل اي مباراه ب 48 ساعه هتتعمل في مباراه عند استئناف الدوري يوم 6 ان شاء الله، يعني كل فريق هيبقى عنده، وده بقى نظام يومين قبل انطلاق المباراه، حاجه هايله يعني. اعتقد في جهد كبير مبذول بامانه طبعًا من اللجنه الطبيه من اتحاد الكوره في الكلام ده، وده يؤكد على انه في رغبه اكيدة انه الحياه ترجع في كره القدم، وده شيء مهم جدا. طب ازاي لو ما كملناش مسابقه الدوري؟ كان الاهلي والزمالك هيستعدوا ازاي لمواجهه الرجاء والوداد اللي هم الدوري بتاعهم منطلق النهارده قبلنا؟ يعني هو النهارده بدا والوداد اول مباراه النهارده، يعني سابقينك هيبقوا جاهزين قبلك على الاقل باسبوعين او ثلاثه، لو لعبوا ممكن ثلاث ماتشات. يعني انا زي ما قال الاستاذ عصام وحضرتك، كنا نتمنى ان جزئيه الدوري ما تاخدش سبع اسابيع، كتيره جدا سبع صحيح. سبع اسابيع ده لو هنبدا الموسم من اوله، اللعيبه ليها اكتر من ثلاث شهور او اربع شهور، فيعني كان ممكن يبقى ثلاث اسابيع، ونعتبر المباريات دي هنا من ضمن مباريات الوديه اللي هي التجهيز للكلام ده. عوده النشاط كمان، عندك نقطه مهمه جدا، المنتخب انت مقبل كمان على تصفيات كاس العالم، يعني كانت يمكن تصفيات افريقيا اللي اتاجلت دلوقتي، يمكن عندك تصفيات كاس العالم والقرعه وبتاع، وانت مترقب وحدث مهم جدا وعاوز تروح وعاوز تجهيز وعاوز طب ده الكلام ده هيجي من فين؟ منتخب اولمبي طبعا، عندك منتخب مثلا لسه في شويه على الاولمبياد، لكن تصفيات كاس العالم المفروض تبدا مع في نهايه السنه الحاليه وبدايه السنه الجديده، يبقى عندك شغل مكثف. كل الظروف دي مرت على الكل. الدوريات في اوروبا خلصت، يعني يمكن اول مره بالدوري الانجليزي يبدا 12 15 هيبدا 15 سبتمبر، وهو طول عمره بيبدا 15 اغسطس، يعني يمكن ايه ادوا فتره رحلوا شويه برضو عشان الظروف. اتمنى انه اتحاد الكوره انه يحط في اعتباره انه الدوري يعني مثلا الماتش كل 3 ايام، ما تبقاش المشكلة مفيش حل تاني، مفيش حل تاني ليها، مش هتقدر تعمل كده حتى مع والأندية تملك عندها القايمة 30 مظبوط خلاص، وهنا يأتي دور مدير فني شاطر بيعرف يدور، ومدير فني شاطر بيعرف يطلع لعيبه صغيرين يبص عليهم، ما عندكش الاوبشن ان انت تقول انا لا، يعني ده جدول يتحط على جدول يتحط، وده اللي عمليه الشغل فيه. عوده النشاط وبدء مسابقه الدوري هترى راي مختلف، هترى اجواء مختلفه خالص، الناس كلها مترقبه الحدث ومترقبه انه خلاص نرجع للملعب تاني، وفي كلام سمعته كمان بيقولوا في احتمال يبقى في كلام انه في جمهور ممكن يطرح فكره يبقى في مثلا 300 مشجع يقعدوا كل 100 في مكان في 150، يعني ايه ان شاء الله في توزيع، اتمنى يعني ايه باذن الله بس البدايه تكون ان شاء الله تكون بدايه جيده. وطبعا الاستاذ عصام سريعا برضو تعليقك على اللي قاله الدكتور محمد سلطان سريعا. انا الحقيقه شايفه ورصده من بدري، وفعلا هو لا يحتاج لتعليق، هو راجل مدي مصر حقها في شغله صحيح. انه بيجيب النموذج الاعلامي ويترجمه ويشتغل عليه، عمل كل الحاجات زي ما جاب البروتوكولات اللي اشتغلت عليها اوروبا، وده يعني دور مصر ان احنا نبقى في منطقتنا النسخه دي، وبالتالي المسحه بتاعت قبل الماتش 48 ساعه شغاله، فكره العزل محدش اتخض، لكن كمان في قيادات لازم نقول انتوا قيادات مش بس محترمه ومحترفه. الراجل فرج عامر قال كده ولو كلام قوي، هعمل عقوبه على اللعيب اللي مش هيلتزم الحيطه، اللواء اشرف عامر في الانتاج الحربي على جسامه العدد يعني صحيح. قال لا احنا موجودين واحنا شغالين بالاساليب، لانه بقى وانت مذيع وفي نفس الوقت مدير فني ونجمنا المحترم، ما في كل العالم كتاب الكرة فيه كل حاجة، في تلعب بعشر لعيبة ازاي، في تلعب كل ساعة ازاي، في كل تلعب كل يومين ازاي، هو احنا بس اللي لازم نروح كتاب الكرة الأول؟ لا مش هنقبل، لأنه دي فئة قليلة. الرأي العام في مصر الحكومة بتسير في نهج مختلف، في تحسين كبير قوي، أأمل إن الناس تاخد بالها إنها بقبل صناعة. نجم الكرة ده الغالي، الغوالي كلها تتقدم له لأنه فارس السبق، لكن في عمال وفي صحفيين زينا، في صناعة كاملة كابتن إن شاء الله. ده كلام محترم لازم نقول، عايزين من ده تاني، مش هنشكر حد لأن دي أدوارهم وهم مش هيزعلوا لأنهم ناس محترفين ومحترمين.
صحيح شرفتونا حبيبك، حوار رائع، وان شاء الله تجولنا تاني البيت الكبير في بيت النادي الاهلي. استاذ عصام بنشكرك شكرا جزيلا، استاذ محمود بنشكرك شكرا جزيلا، نورتونا. ان شاء الله انتظرونا بعد الفاصل، مفاجاه كبيره جدا في البيت الكبير.